اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بنجمات الفريق مواليد 2006 ابطال كاس مصر. في البدايه برحب بنجمه الفريق شروق محمود. اهلا بيك يا شروق. اهلا وسهلا. منورانا. كنت معانا قبل كده وانت صغيره؟ لا ما شاء الله. يعني بقيتي لعيبه كبيره والف مبروك. الله يبارك. بنرحب طبعا بنجمه الفريق مزنى احمد. اهلا بيك يا مزنى. ازيك ومليون مبروك. الله يبارك فحضرتك. شكرا. يعني هبتدي معاك يا مزنى. يمكن البطوله كاس مصر اكيد ما كانتش سهله. اه طبعا. طيب يعني كلميني عن البطوله كانت ماشيه ازاي؟ ايه الفرقه اللي بدانا بيها؟ ايه اصعب ماتش؟ يعني كلميني عن البطوله بشكل عام. احنا بدانا لعبنا اول فريق الزمالك، بعد كده لعبنا سبورتنج، بعد كده لعبنا الفاينل والسيمي فاينل مع سموحه و6 اكتوبر. الفاينل كان 6 اكتوبر. طيب كان والقبل النهائي كان مع سموحه. أوه. صح. طيب انت فاكره نتائج الماتشات؟ يعني كنا كاسبين بفرق ولا كان في ماتشات مأزمه؟ لا سموحه كنا كاسبينها فرق كويس. و6 اكتوبر برضو فرق سموحه. طيب و6 اكتوبر تقريبا فرق 6. طب ماتشنا مع الزمالك كان عامل ايه؟ كنا فريقين كتير. يعني انتوا النهارده حتى كاسبين الزمالك. بلغوني يعني النهارده انتوا لسه كاسبين الزمالك النهارده. وانا كنت كاتب النتيجه في الاول، معلش فكروني بيها يا جماعه. 38 29. لسه كاسبين النهارده. كان الماتش فين النهارده؟ في سلطه الجزيره، في الجزيره. بس ده كان في الدوري. ده في الدوري. طيب اصعب ماتش كان ايه على الاطلاق؟ كان يعني سموحه ولا 6 اكتوبر؟ طبعا سموحه واكتوبر، علشان دول كان السيمي فاينل والفاينل، فدول كانوا اصعب ماتشين يعني. طيب استعديتوا ازاي للبطوله دي؟ يعني عملتوا ايه؟ هل عملتوا معسكر ولا كان معسكر مفتوح؟ يعني اتمرنتوا ازاي؟ اتمرنتوا على فترتين؟ يعني كابتن سامح عمل معاكم ايه؟ هو الصراحه احنا كنا بنتمرن بدني وبنتمرن هاندبول، وكان عندنا ساعات تمرينات الصبح وبالليل، فلا احنا استعدنا كويس جدا للبطوله دي. عذاب. اتعذبنا كتير. طب شروق قولي لي يعني طب استعديتوا ازاي؟ هل بداتوا من الصيف ودي اول بطوله ليكم الموسم ده ولا كان في بطولات قبلها؟ لا احنا واخدين المنطقه والكاس. والكاس ده كان قبل البطوله دي. طيب ابتديتوا امتى في الصيف؟ امتى يعني بدا تدريبك؟ امتى تفتكري؟ لا احنا بادئين من بدري جدا. بس احنا بادئين اصلا البدني ده كنا بادئينه من بدري قوي. البدني ولا الهاند بول؟ لا البدني. احنا كان اهم حاجه عندنا كان البدني. البدني. بداتوا مثلا من شهر 8 تفتكري؟ سبعة. بدري قوي. صح بدري. طيب ومين بيشتغل معاكم بدني؟ كابتن مديعة مدربة الاحمال. بس دي شديده دي كانت. لا دي ما شاء الله عليها شديده. لا لا اتعامل معانا شغل حلو قوي الصراحه. طيب ابتدينا بدني وبعد كده ابتدينا هاند بول وبعد كده دخلنا على البطولات. انت بتقولي اول بطوله لينا كانت المنطقه. فاكره كان معانا ايه ماتشات جامده ولا مش فاكره المنطقه كانت ايه؟ كان معانا الشمس. الشمس طبعا اكيد. وكان الفاينلز كانت مع 6 اكتوبر اكيد موجوده معاك. وكان اهلي بيه برضو. لعبنا اهلي بيه. ده كان الفاينل. داخلين بفرقتين. اهلي الف واهلي بيه. ولعبتوا بعض. أيوة. وكان الماتش شادد جامد. صح. كان في الشوط الاول كان بيبقى جول بس بعد كده بنفتح احنا بقى. طبعا اكيد قلب بيبقى اكبر سنا. أيوة. او يعني اكتر خبره وكده. أيوة. طيب كلميني عن البطوله بقى الكاس اللي احنا بنحتفل بيها النهارده ومبسوطين بيها. كلميني عن الماتشات. انت شاركتي في الاربع مباريات ولا على مستواك الشخصي لعبتي اكتر مباراه؟ ايه اكتر مباراه كنت متوفقه فيها؟ هو كانت الصراحه كانت اكتر مباراه رخمه كانت بتاعت اكتوبر. هما كانت هي كانت الصراحه كانت رخمه يعني. كان ماسكها كابتن راضي. كان عامل معاهم شغل حلو قوي. كان مثلا اول شوط ده كنا تعادل وجون بجون وكده، بعد كده بس في الاخر يعني فرقنا. طب انت على المستوى الشخصي ايه اكتر بطوله اكتر ماتش في البطوله لعبتيه حلو؟ ماتش سموحه. طب ليه حطيتي كام جون فاكره؟ لا كتير. لا فاكره. لا مش بعد. لا ده كلنا كنا بنعد. لا ممكن 8 9 مثلا. يعني حطيتي عدد؟ لا حطيت. وساهمتي بكذا هدف في الماتش بتاع سموحه. يعني أيوه. خاصه ان انت سنتر هاف، فانت يعني أيوه. بتدي كل اللعيبه يعني كل الخط الخلفي بالونجات. ايوه بالظبط كله. طيب هل انت بتشاركي مع الفريق الاول في التدريبات؟ كنت طلعت معاهم كمان ماتشات وكده. بس لعبتي ولا ما كان لسه؟ كنت لعبت ماتشات. ايه بقى فاكره لعبتي معاهم؟ يعني كان في اول بتاع 17 ماتش في البدايه. ايوه لا لعبتي حاجه بيها معاهم؟ كنت لعبت الطيران. ولعبت معادي ولعبت كذا ماتش. لعبت كذا ماتش في البدايه. كابتن احمد عادل زولا. كابتن زولا. ايوه لعبت معاهم كذا ماتش. طيب يعني خلاص خلصنا الكاس. النهارده كان عندنا ماتش مع الدوري. الدوري الادوار النهائيه امتى؟ ادوار النهائيه. يعني دلوقتي احنا لعبنا الزمالك. بنلعب الاول. بنلعب ماتشات كل قد ايه؟ وانا هقول لك كل قد ايه. يعني النهارده احنا الحد عندنا ماتش. الماتش جاي امتى؟ هو دي كانت دوره مجمعه. دوره مجمعه. ايوه يعني احنا دلوقتي خلاص المجمعه دي ناقصنا بقى مجمعه. مجمعه كام مجمعه فاضلين؟
12 جماعه واحده. فاضل تقريبا، هو احنا عندنا 3 مجاميع صعد منها اول وثاني كل مجموعه، فتقريبا في فاضل مجمعتين كمان او ممكن 3. يعني انتوا كام فرقه في المجمعه؟ المجمعه الجايه المفروض اللي هي لسه هتنزل 6 فرق. 6 فرق. يعني انتوا لعبتوا مجمعه قديمه دي اللي هي تصفيات زي ما بيقولوا. هياخدوا اول وثاني. مجموعتنا تاهل مين؟ احنا ومين؟ احنا والاهلي. الاهلي بيه والزمالك طلع بره كده. يعني الاهلي بيه والزمالك مش هيطلع ادوار النهائيه. الاهلي لسه كسب امبارح الزمالك. الاهلي بيه يعني الف وبيه كسبوا الزمالك. ما شاء الله. طب ما نعمل الف وبيه وجيم يعني ده حاجه حلوه جدا. ونقدر على فكره ونقدر عندنا صح. عندنا عدد لاعبات ما شاء الله. طيب احنا كسبنا اللي خلاص طلعنا احنا واهلي بيه. عارفين مين مجموعه ثانيه طلعوا؟ مين؟ بكوس والشمس. بكوس. طب والله برافو عليهم. هو بكوس برضو من فرق كويسه جدا. عاملين فرقه كويسه. هي على طول بتطلع في الفاينل. بيطلع مين يا جماعه الفرقه دي؟ حسام حسن؟ اسلام حسن. اسلام حسن كابتن النادي الاهلي طالع بالفريق. طبعا. شفت ضحكتوا انت اول ما قلت انا ما اعرفش المعلومه دي. طيب وانت قلتي بكوس ومين تاني؟ بكوس والشمس. ايوه. و6 اكتوبر وسبورتنج. واحنا سموحه بره. سموحه والاولمبي بره. اوبا سموحه بره دي جامده جدا. طب ازاي مين اللي طلع سموحه؟ 6 اكتوبر وسبورتنج. ايه ده بس مجموعتهم كانت جامده حقيقه. لا لا مجموعتهم كانت زحمه الصراحه. احنا كان في اللذيذ يعني. طب انا بسال سؤال، هي بتبقى قرعه صح؟ يعني احنا وقعنا مع به قرعه احنا وحظنا. بس هو في بعض الاتحادات تقول لك لا ما ينفعش الف وب يبقى من ناديين في مجموعه واحده ساعات. ساعات بيعملوها كده. ساعات بيعملوها كده. طب انتوا الف وب لما لعبتوا بعض طبعا الف كسب ولا؟ لا الف كسب. لانه لو انتوا ما كسبتوا خسرتوا الف هيخليهم هم الف وانتوا بالظبط. طيب احنا دلوقتي 6 فرق هيطلعوا هنعمل كام دوره مجمعه؟ تقريبا مش عارفه فاضل يعني هو فاضل 2 او 3. 2 او 3 هيكون دورات مجمعه. يعني احنا لسه مش عارفين السيستم اللي هنمشي عليه. عايزين يخلصوا قبل رمضان؟ لا مستحيل. ازاي؟ دورتين عايزين كمان في منتخب 2006. يعني ده لسه ما اتعملش. خلي بالك انتوا هتلعبوا 10 ماتشات هتلحقوا في دوره مجمعه. ممكن في اول رمضان ممكن. ممكن لا اكيد هيخش في رمضان. هتلعبوا بطوله يعني هتلعبوا 5 او يعني يمكن 5 مباريات وراحه وتلعبوا تاني 5 مباريات فالموضوع هيكون يعني مش بالسهوله الايه اللي سهله يعني ان هم يتعمل قبل رمضان. طيب شايفه الماتشات اللي في دوره مجمعه مين اللي هيبقى جامد؟ ما احنا كسبنا سبورتنج، كسبنا سموحه ولعبنا الزمالك و6 اكتوبر كسبنا 4 فرق جامدين. طيب انت شايفه مين بقى في اللي جاي؟ سموحه مش موجود. مين في اللي جاي جامدين؟ هم نفس فرق الكاس؟ هو سبورتنج و6 اكتوبر هم بس هو في يعني يعتبر كل الفرق اللي صعدت يعني كويسين. كويسين مفيش ماتش سهل. لا طب شروق شايفه ممكن ناخد الدوري؟ ان شاء الله. ده اكيد شايفه ان شاء الله. طبعا يعني احنا مستوانا الحمد لله ما ينفعش غير كده. طب كابتن سامح بيقول لكم ايه؟ يعني ايه التوجيهات اللي دايما بيبقى حريص يلهاكم قبل كل ماتش؟ كابتن سامح لبيب مدير الفني. ان احنا نلعب لعبنا الطبيعي وان احنا ما ينفعش فرقه يعني تعمل علينا ماتش كده وبتاع. يعني طيب هو كابتن سامح معروف عنه انه راجل يعني هادي الطباع وراجل من الناس اللي ما بيعملش بريشر على اللعيبه. الكلام ده صح ولا هو في ملعب حاجه ثانيه؟ لا دي حقيقه. مش صح؟ طبعا قوله بس هو مش هيشوف. لا يعني هو في العادي بيخلي كل لعيبه بيدينا راحتنا في الملعب. ولا مش كام لعيبه في الفريق الف؟ 23 21. انتوا 21 لعيبه بالظبط في مش مذاكره كويس انت شو مش محضر؟ لا قوي الحمد لله انا فاكره. طيب هو الماتش بيسجل فيه كام واحد؟ 16. طب اللي بيطلع بره ال 16 بيبقى متضايق زعلان يعني الحاجه دي ولا بيبقى كل اللي بيلعب وكل هو اكيد بيبقى متضايق عشان عايز يعني يشارك معانا وكده. اكيد بيجي له يوم يشارك اكيد هو بيطلع. هو اصلا والله اللي جوه بيبقى زي اللي بره يعني كلنا بجد بيبقى اهم حاجه يعني اللي احنا نكسب حقيقي بجد. الكلام ده مش قدام الشاشه. لا والله. يعني ما هو اكيد ربنا بيكرم كده. طب على مستوى المنتخبات انتوا لعبتوا منتخبات يعني شابات ايه مثلا مجنة لعبتي منتخبات؟ لا انا رحت منتخب 2004 بس تجمعات بس. لكن شروق لعبت كاس عالم. لا استني 2004 اكبر منك. انت رحتي منتخب اكبر منك بسنتين. رحت منتخب القاهره. لا 2006 لسه ما اتعملش. يعني انت لسه ما دخلتيش منتخب. انت دخلتي مع الاكبر منك لما تقابل سنك هتخشي. رحت منتخب القاهره منطقه القاهره بتاع 2004 ورحت في الاول منتخب مصر في التجمعات بس بعد كده يعني. طب شروق نفس الكلام عملتي ايه؟ لا انا الحمد لله لحد دلوقتي لسه. مع 2006؟ مع 2004.
2006 بس ما تعملش. لا انت 2006. انا 2006 رحت مع منتخب 2004 ومستمره معاهم. وسافرت كاس عالم وكاس عالم وكابتن محمد فرغلي وكابتن الشامي حبايبي الصراحه لازم اعمل معلش بجيلك بسنتين. الله اكبر. انت عامل نفس مركزك سنتر هاف؟ وباك رايت يعني هاف وباك رايت. خط خلف يعني. يمكن مجنى بتلعب في الثلاثه الخلفي باك رايت وباك ليفت. طب انت بتلعبي ايدك اليمين ولا الشمال؟ لا اليمين. طب ازاي بتلعبي باك رايت؟ ازاي بتلعبيه؟ ما بحاول بقى. ما صعب قوي يعني. انت بايدك اليمين مين سامح ابو وارث كان بيعملها زمان. بس دي عايزه اصل انت ايدك يعني بتبقى حاله مش دايما المدربين بيحبوا. بتبقى محتاجه تمرين كتير بس. يعني هو دايما يحب الباك رايت يبقى اشول عشان يبقى ايده في نص الجون. بس انت بتحاولي ها؟ تبقى ليها ظبطه ايده. طبعا بيبقى ليها ستايل مختلف. طب وانت نفس الكلام شنو؟ ما انا كنت مع 2004 كده. يعني بتلعبي برضو خط خلفي؟ ايوه. طيب مين مسك الاعلى؟ هنا السؤال بقى. مين مثلنا الاعلى في السيدات والرجال؟ في السيدات كويس. معاكي 20 سنه. في السيدات هنا؟ من اول ما ابدا بالسؤال لو قلنا بيعدوا لك في الكنترول. بيعدوا لك بجد مش هزار. قولي لي بقى مين مسك الاعلى؟ ايه في الدفع؟ طيب انا مش السيدات اكيد. من وانا بفكر كده مروه عيد عبد الملك وانا بقى انا على طول. مروه عيد الصراحه لا لا كده انا بغششك اهو. ايوه لا صح. اوروبا وفرنسا مروه عيد وقصه حدوته. لا لا دول تمام دول. يعني مش عاجبك الكلام ايه نخش على مصر؟ لا دماغي هي مجنة بتفكر شويه واخده هي حظها حلو. طيب ده بالنسبه للسيدات. بالنسبه للرجال فريق الرجال بقى مين مسك الاهلي؟ مش لازم في النادي الاهلي يعني في مصر كلها. مش مين بيلعب مركزك في الرجال وانت شايفه ان هو مميز جدا؟ في الهاف مثلا. قولي خط خلفي كله يا ست سهل الدنيا عليك. الدرع عندك اجيب لك اختاري. طب اجيب لك ده لا عندك يحيى الدرع طبعا. يحيى الدرع عندك ربنا علي زين يحيى الدرع عندك احمد لا يحيى الدرع طبعا عندك ايوه يحيى في كتير بس انا بس يا جماعه اختاري لي اسمتي لي على واحد بقى مين؟ يحيى الدرع. يحيى الدرع. طيب انا اجي لك يا ابو وزنه مين بقى مسك الاعلى؟ في السيدات اكيد مروه عيد وطبعا عشان هم محترفين. طبعا مروه عيد عبد الملك ونصره نصره طبعا. نصره طبعا دي ربنا يشفيها رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. هي لازم التمرين ولا لسه؟ لا طبيعي طبيعي لسه ان شاء الله ترجع ان شاء الله ترجع. طيب بقى بالنسبه للرجال بقى انت مين ماسك الاعلى؟ والله بجد هو في كتير جدا. قولي لي اربعه خمسه مش مشكله وانا هعد برضه تسع سنين يعني. يحيى الدرع وعلي زين ودودو. لا في كتير وطبعا مصري في الدفاع. مصري طبعا. مصري ده بص الله اكبر عليه بامانه. الله اكبر. طيب انا هقول لكم سؤال بنحب دايما نساله لفرق اليد سيدات. شايفين منتخب مصر لو تحافظ عليه زي ما احنا منتخب رايح انجولا هيلعب بطوله هناك ماتشين مع انجولا. شايفين منتخب مصر وخد الاهتمام بتاع الرجال نقدر نعمل نفس نتائج الرجال؟ اكيد طبعا طبعا. مصر مصر فيها هاندبول يعني الهاندبول بتاع السيدات حلو جدا اتطور قوي. يعني شايفين ان الدنيا دي انت شايفه كده؟ شايفه كده؟ لا لا اتطور قوي. دلوقتي كابتن رامي اللي ماسكه. كابتن رامي اللي ماسكه وعندهم بطوله في انجولا ماتشين. انجولا بطل افريقيا وفرقه جامده جدا يعني. فاكيد احتكاك زي ده كويس. شايفين ان احنا نقدر طبعا وكان ينقصنا الاحتكاكات وان يبقى في منتخب. كمان كان لو اتعمل كمان من بدري شويه اكتر كان زمان دلوقتي وصل كمان في حته ثانيه. وطبعا في الاجيال اللي تحت برضو فيها ناس كتير كتيرة. جدا. يعني كمان قدام كمان شويه هيبقى كويس جدا. وخلي بالك بقى كابتن رامي في المنتخب عامل حاجه كويسه حلوه ليكم. هو بيعتمد على الجيل اللي تحت الصغير. فانتوا كده ان شاء الله بس تقفوا على رجلكم شويه. انتوا 2006 دلوقتي احنا بنتكلم في 17 سنه سنتين ثلاثه وهتلاقيكم كده ان شاء الله مع منتخب مصر. لان هو حتى ما جابش اللعيبه الاجانب اللعيبه سوري المحترفين المحترفين بره. تعرفين ليه ولا لا؟ انه حب علشان يعني يدي فرص للناس الثانيه. لان هم هييجوا ياخدوا مكان هو يحتاجهم بعد كده اكيد. بس عشان يدي الجيل اللي زيكم. على العموم انتوا نورتونا وشرفتونا. كنت سعيد بيكم جدا جدا. شروق محمود طبعا نجمه الفريق ولاعيبه منتخب مصر وان شاء الله يكون في التوفيق ان شاء الله. شكرا. بشكر طبعا مجنى احمد. اسمك حلو على فكره. شكرا. وانت حلوه. شكرا. نورتينا وشرفتينا ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا الاول. هنطلع لفاصل ومكملين. استنونا وهنعرف جديد وما هو يخص فريق السيدات وطموحاتهم وايضا املهم مع فريق منتخب مصر ولكن بعد الفاصل.